معكم انا اصلا موقع عرفني الكوم. فوضوع النهارده هنتكلم ازاي تنشئ موقع يكون بسيط. ممكن تعتبر الموقع ده واجهه ليك، تنشئ تحط فيه الصور الخاصه بيك او الفيديوهات او المعلومات اللي انت متاحه ليك، او ممكن تدي الموقع ده لاي شخص يتعرف عليك. الموضوع بسيط جدا. كان في شخص كلمني كان حابب ما يعمل موقع لاخته اللي هي شخصيه رياضيه، وكان حابب يعرض ليها صور او فيديوهات او معلومات خاصه بيها، عشان مثلا لو حب يرسل اي شخص يرسله بالموقع دوت دون الحاجه اللي هو يشرح له او يديله بيانات كامله من الاول، هو ممكن يديله موقع وهو يتصفح بطريقته او يتصفح بكل حريه. في خدمه بتقدمها موقع اسمها الموقع اللي بيقدمه اسمه موقع ويبس دوت كوم دوت. من خلاله تنشئ ممكن تنشئ الموقع الخاص بيك او عدد مواقع خاصه بيك بدون حاجه تكون عارف اي شيء في البرمجه او التكويد. الموقع بسيط جدا، والواجهه الاستخدام بتاعته واجهه احترافيه. موقع حتى الخدمه اللي بتقدمها لك بتبقى خدمه محترمه. اول لما تخش منه هتيجي تعمل تسجيل دخول او انشاء موقع، فبتخش على الرابط دوت اللي هو www.webs.com/sign-up. هنا بتكتب الايميل الخاص بيك في اي ايميل اللي بتستخدمه، هتكتب مثلا الباسورد، اي باسورد، السايت تايتل هنا مثلا تكتب لو هيكون عامل سايت اسمه مثلا عرفني او تجربة. هنا بتكتب اسم الموقع اللي انت عاوزه اللي حابب اللي هو يظهر. هنا بتختار نوع الموقع، فاختار مثلا اظهر مثلا. هاجي هنا بتختار شكل الموقع اللي انت حابب يكون ظاهر بيه، فلو جيت قلبت من هنا هتلاقي فيه عدد اشكال كتير ظاهره معاك. تمام. طبعا لما تقف على الموقع ممكن اختار ده مثلا. تمام. بعد كده بيقول لك ان عاوز تشوز بيج فور سايت. انت عندك الهوم، عندك بلوج، عندك اباوت، عندك فوتو، عندك كونتاكت. الحاجات ديت بتنزل بشكل تلقائي، يعني انت اول ما تفتح الموقع هيبقى عندك صفحه رئيسيه، وهيبقى عندك مدونه للموقع، ويبقى عندك صفحه عن الموقع، صفحه فيها صور موقع، فيها صفحه فيها الكونتاكت او طريقه الاتصال. ممكن تضيف مثلا الصفحه الخاصه بالفيديو، ممكن فورم مثلا، منتدى. تمام. بعد كده تعمل اي اجري وتعمل كرييت ماي ويب سايت. يقول لك لوكس يور ميست ميكس يور شاش ديفيدز. هنا بيقول لك ان الاسم ده متاخد، فهتشوف اي اسم اخر لو يكون مثلا عرفني دوت كوم. تمام. ونعمل هنا كرييت برضو على. تمام. فانا اختار مثلا على فعمل كرييت ماي ويب سايت. تمام. دلوقتي هيحولني الصفحة، انت بيقول انت عاوز الرابط بتاع الموقع ايه. هنا انا بتختار الرابط اللي يكون انت رابط مجاني، او لو انت معاك دومين مدفوع تقدر تضيفه هنا. تمام. طبعا بيعرض عليك برضك الخطط مدفوعة، فاحنا خلينا في الحاجة المجانية. فهنعمل مثلا عرفني مثلا، فعرفني مقبول اهوت، فاعمل كريت ماي ويب سايت. دلوقتي هيحولنا للسايت بيلدر بتاع الموقع ده. من خلاله بيبدأ في انشاء الموقع، او بتقدر تتحكم في اضافات الموقع او شكله او المظهر اللي هيظهر بيه. تمام. اول ما تفتح الصفحة يقول لك ويلكم تو سايت بيلدر. هنا هتلاقي يظهر فيديو هيقول لك الخطوات انت عاوز تنشئها ايه، او لو انت حابب المظهر اللي يظهر بيه الموقع. تمام. هنا فيديو تعريف ازاي تستخدم الادوات، دلوقتي مش محتاجينه. دلوقتي ده الموقع اللي هيظهر. هيظهر عندك الهوم، بلوج، اباوت، فوتو جاليري، كونتاكت، فيديو، فورم. دلوقتي انا محتاج اعدل الحاجات ديت. فمثلا لو هيكون اسم الموقع فهسميه مثلا خلي زي ما هو علاء مثلا. تمام. هنا بيقول لك هنا الدراج اند، بيقول لك هنا حط المحتوى اللي انت حابه. فانا اعمل مثلا تايتل من هنا، اقول لهم مثلا ويلكم تو ماي ويب سايت. تمام. بعدها هنزل مثلا باراجراف مثلا اكتب هنا اي شيء، تكست تست تكست، باخد مثلا الجملة ديت اكررها. فانا اكون مثلا افتح موقع، بعدها يقول له ويلكم تو ماي ويب سايت. هنا هي شوية كلام. هنا مثلا ممكن تحط صورة، ممكن تكون في المكان ده مثلا صورة. هنا تقدر ترفع الصورة من الجهاز الخاص بيك او موقع. ممكن مثلا فيديو، طبعا هنا تقدر تضيف الفيديو. كولوم ديت اللي هو قولنا مثلا كولوم من هنا، هنا تقدر تضيف جزء وهنا جزء. تمام. ممكن يكون هنا مثلا صورة، او مثلا ممكن احط هنا مثلا تكست، فمثلا اهوت، وهنا برضو تكست مثلا او تايتل، هنا باراجراف، هنا برضو.
بس هو واضح كده الموقع تقدر تحدد بيه. ممكن انا سلايد شو مثلا لو تكون صور يعني عامل زي سلايدر كده، صور بتروح وتيجي. تمام، هنا الصور متاحة، فلازم تضيف صور. عندك سكراتشر مثلا، عندك الميديا، عندك السوشيال، ممكن مثلا نحط مثلا فيسبوك لايك بوكس من هنا، او مثلا لو انت حابب لو يكون موقع تشتري منه حاجة هنا مثلا ممكن احط ماب الخريطة لو حد حابب يوصل لي. طبعا دخلت مثلا على البلوج من هنا هلاقي يقول ويلكم تو يور بلوج. هنا بتقدر تنشئ الاول بوست خاص بيك. فخلاص دلوقتي انا دلوقتي ثبتت كل الحاجات او اي شيء انا حابه، فالوقت عامل بابلش للموقع، فعمل هنا بابلش. هنا بيقول لك ان هو عاوز يتاكد منك انت سبام ولا شخص حقيقي، فبيقول لك هيبدا يعمل معاك لعبه كده عشان يتاكد. فتضغط ستارت، فتاخد الدايره دي هنا والمثلث ده هنا. تمام، دلوقتي هو كده اتاكد منك. دلوقتي الموقع جاهز، فلو دخلت عليه من عرفني اهوت. فلو جيت شفنا عرفني دوت ويبس دوت كوم زي ما واضح كده. هنا خريطة بسيطة، هنا كان بتاع فيسبوك، هنا كان سلايدر كلام. طبعا الحاجات دي تقدر تحدلها او تقدر تعدل المحتوى بتاعها. وبرضك الموقع شكله لطيف او مش هو حاجة سيئة، يعتبر مقبول. طبعا تقدر تضيف لو دومين خاص بيك تقدر تعمله من هنا، يبقى برضك يبقى المظهر ألطف بكتير من كده. تمام، الفكرة كلها انك تقدر تنشئ بس موقع بسيط كده. انا فاكر الموقع دوت اول ما بدأت في الانترنت كنت بدأت من خلاله، كنت عملت موقع صغير كده. الكلام ده تمام من 4 سنين او 5 سنين حاجة زي كده، كان اول موقع انشئه كان عن طريق ويب سايت كوم دوت، وهو لغاية دلوقتي لسه موجود. يعني الخدمة محترمة دوت. طبعا تقدر تنشئ بيه اي شيء انت حابه. يا رب كنت توصل الفكرة. وكان معاكم علاء نصار، موقع عرفت نت كوم. في النهاية متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك عشان تتابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي. وتقدر تشترك بالنشر البريدية للموقع عن طريق كتابة الايميل الخاص بيك هنا وتضغط اشتراك، او تابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك يوتيوب جوجل بلس تويتر.